لما تركب الحصان شيء مو متعود عليه، جديد عليه، اول مره تركبه مع خيل، اول مره تركب الشعيب، اول مره تركب مكان مغلق الى اخره، شيء اول مره تسويه من فتره او بالفعل اول مره تسويه. اي حصان يتلخبط، درب زين درب هذا طبيعي يتلخبط الحصان. الفكره زي ما ذكرت بعض المقاطع الاخرى ان لما تلخبط الشعر ما يهمني خاف ولا ما خاف، هل تحكمت فيه لما خاف ولا لا، ما يهمني هدا او احتر، هل تحكمت فيه لما هدا، هل تحكمت فيه لما احتر ولا لا، هذاك في اللخبطه. يعني حصان قفز لو ركبته مكان مفتوح تلخبط، لما تلخبط انطلق ما وقفته. حصان تحمل لما ركبته عند خيل وفحوله وفراس حرن، لما حرن ما تحكمت فيه. حصان سباق سرعه لما هذبته مكان مفتوح فتح ولا وقف بعد 4 5 كيلو. هنا حصان لما سويت فيه جديد لخبط استغل اللخبطه عليك. حصان درب زين اول مره مثلا تركب بشعيب مع خيل فرضا كمثال، انجن الحصان، لما انجن بسبب جنونه بسبب لخبطته الحصان يفحط محله في الهدف، تكعب يسوله يرجع ورا بيسوله بس محترم محله جاب الجاب. يعني الحصان يتلخبط هذه حاصله حاصله، يجي زي الجفله يجي مع الجميع، بيخاف مع الجميع، بيحاول يترك مع الجميع. الكلام لما حاول وش صار؟ لما الحصان يتلخبط هذا يؤدي الى سوء ركوبك وليس العكس، سوء تحكمك وليس العكس. هذا الثغره اللي يقصدها في طرق الركوب الاخرى، ثغره عند الشخص اللي بالفعل يبغى يتحكم، ما تفيده طرق اخرى. لكن لما اقول لك لما تلخبط لو بشيل هم، بشيل هم انه يرضيني، ايش معناته يرضيني؟ يعني اذا حاول ينطلق كعقوه بدل ما ينطلق. اذا حاول يشنع وزنته دق ريوس دق قوه بدل ما يشنع. اذا حاول يقمص كعب محل بدل ما يقمص، يعني بيرضيني. فبتشوف لخبطه، بتشوف حراره، بتشوف انتباك مؤقت لكن يؤدي الى التحكم وليس العكس. عشان كذا تلاحظ ثواني يبدا يزين مره. هناك كيف يزين وهو اصلا خرج عن السيطره؟ يبغى له ايام، هذا ان قرر بالفعل يزين. لان طالما انه يقدر ينطلق في المكان المفتوح، يقدر لو بغى يستمر ينطلق معك. لكن يصير مع الوقت سوى اللي يبغاه ويتاقلم معه تدريجيا. فلا يمكن تقارن حصان اذا تلخبط استغل اللخبطه عليك بحصان اذا تلخبط ارضاك زياده. وش جبل هاي 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 هاي